اهلا وسهلا احلى متابعين، ورجعت لكم اليوم بوصفتين بردين يصلحوا فصل الصيف في هذا الحر. ان شاء الله يا رب يعجبكم. كما تروا هذه الوصفه الاولى كريم كراميل، منظرها برشا مزيان وشهي ومش مكلفه برشا في المتناول. ان شاء الله يا رب تعجبكم، والطريقه بالتفصيل والمقادير نخليها لكم ان شاء الله اسفل الفيديو تابعوها. وهذه الكريم كراميل بتاعنا سهلة التحضير وسريعة في نفس الوقت. ونبدأ وصفتنا. نجهز المكونات كما تروا فيها. في الخلاط ناخذ حبة بيض، نضيف عليها ملعقة كبيرة فانيلا، بعدين نضيف عليهم علبة قشطة، بعدين نضيف 10 ملاعق حليب بودرة، بعدين نضيف 1 كوب إلا ربع ماء، بعدين نضيف 2 ظرفين كريم كراميل. وهذا المزيج متاعنا. في قدر نصب الخليط اللي عملناه، بعدين نضيف له 2 كوب من الماء وناخذه على النار. نخلط المزيج مع بعض وناخذه على النار، ياخذ غلوة واحدة كما تشوفوا، تخلوش برشا على النار. بعدين ناخذ قالب نذوب السكر ونحطه في القاعدة متاع القالب كما تروا فيها القاعدة متاعها. بعدين ناخذ ونسكب الخليط متاعنا، ناخذها على الثلاجة تهدى شوية لمدة ساعة أو ساعتين. وهذا شكل الكريم كراميل متاعنا. كما ريتو سهلة برشا، مكوناتها بسيطة. إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم. وهنا كما العادة باش نخلي لكم الطريقة بالتفصيل والمكونات إن شاء الله في صندوق الوصف، تابعوها. وهذه هي وصفتنا الثانية، مكعبات الجوزة كما حكيت لكم زادة بيرتا. ان شاء الله رب تعجبكم. انا باش نخلي لكم الطريقه والمقادير كلها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وهذه مكعبات الجوزاء، وصفه برشا سهله، مكوناتها كما العاده بسيطه مش مكلفه، منظرها كما تراو فيه مزيان برشا. ونبدا وصفتنا. في قالب ناخذ بسكويت جوزاء، نغمسه في الحليب وبعدين نرصفه كما تروا فيه، هذا شكله. على جنب ناخذ 2 كوب حليب بودرة محموسة، بعدين نضيف عليها علبة قشطة، بعدين نضيف عليها 1/2 علبة حليب مكثف نسلي، نقلب المكونات كلها مع بعض كما تروا فيها. وهذا المزيج تحصلنا عليه. ناخذ القالب متاعنا، نرصف فيه العجينة اللي عملناها متاع الحليب محموس، بعدين ناخذها على الثلاجة ارتاح شوية. على جنب ناخذ شوكولا، نضيف لها علبة قشطة، نحطها في حمام مائي حتى تذوب. وهذا شكلها بعد ما ذابت. ناخذ نسكبها في القالب متاع البسكوي، بعدين نزينها بأي شيء موجود عندك كما تراو. بعدين ناخذها على الثلاجة، بعدين نقسمها مكعبات كما تشوفوا. ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم. وهنا كما حكيت لكم المقادير الوصفتين والطريقة بالتفصيل نخليها لكم اسفل الفيديو، تابعوها. ان شاء الله الوصفة اللي قدمتها اليوم تكون عجبكم.
وكما العادة ما تنسوش اللايك ومشاركة الفيديو كل أصحابكم وحبيبكم، وخليكم مع باقي الصور تاع بسكوي الجوزاء. مشاهدة طيبة وبسلامة.